تحتوي هذه الندوة على 6 مداخلات. مداخلتي تتمثل في الأسرة المهاجرة والاستثمار داخل الوطن. إخواني ولاد بلادي راقدين قد ما كردونا لوطة وقد ما كردونا مغطية بها. بحكم عنا طلب برشا معناتها في السونتر القديم في 13 نهج هولندا اليوم علينا في البلاصه الاستراتيجيه هذه اللي هي باش تزيد تقرب اكثر للطلبه واللي بارون تاعنا. كما عودناكم ديما بطبيعه عنا ناس كفاءه عاليه ديما باش تلقاه لهنا راه انسان كفؤ وانسان يستحق باش يكون في الاوريزون. اوريزون فورماسيون اللي باش يجي ماهوش باش يندم اللي باش يتلقى فيه التكوين لمسخر به من برشا كفاءات. وين موجودين الأيتام نلقاو أيتام متوفر عندنا نحن نقوم بالواجب ونعاونهم. أضرابنا اليوم يكون في سلسلة من التحركات اللي أعلناها ببيان 24 جانفي 2023 وقطاع قاعد معناتها التهميش متاع متواصل ما جاش من أمس ما جاش اليوم. بخص المجلس الوطني للتربية من المفروض أن تكون لرجال التربية. نثمن هالبادرة هذه وهي حاجة ضرورية جدا باش ننهضوا بمستوى التربية والتعليم في تونس. مهندس ودكتور تونسي الجنسية هو عالم ذاع صيته بين الأمم ما زال إلى اليوم العلم اللي بثه البشير التركي في صدور عديد الرجال ما نجم حتى حد يمسحه أو يمحوه.